أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في فرنسا حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على الكندي اللبناني حسن دياب المتهم الوحيد في قضية دفجير كنيس شارع كوبرنيك بباريس عام 1980 الذي أسفر عن مقتل 4 وجرح العشرات. وكانت النيابة طلبت هذه العقوبة القصوى وهي العقوبة الوحيدة المعقولة ضد الأكاديمي اللبناني البالغ من العمر 69 عاماً قائلة إنه لا شك في أنه منفذ هذا الهجوم المعادي للسامية وفق قولها. يذكر أن المحققين اعتمدوا في حكمهم على معلومات استخباراتية كشفت في العام 1999 أي بعد 18 عاماً من الوقائع أسماء الأعضاء المفترضين للمجموعة التي نفذت الهجوم وبينهم دياب بصفته من صنع العبوة النسفة وحمل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفجرات التي انفجرت أمام الكنيس. وبحسب وكالة فرانس بريس فإن المحكمة لا تملك سوى صور بالأبيض والأسود لهذا المتهم في أعمار مختلفة من حياته وتقارنها بصور للرجل الذي اشترى الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم وهي صور رسمت بناء على إفادات شهود في العام 1980. هذا في وقت يؤكد المدعون العامون أمام المحكمة أن هذا الأستاذ الجامعي هو بدون أي شك معقول منفذ هذا الاعتداء المقيت. وقد اعتبرت المحكمة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن جواز سفر دياب يشكل عنصراً تجريمياً. هذا في وقت كان دياب يؤكد باستمرار أنه فقد جواز السفر هذا وأنه لم يكن في باريس أو إسبانيا عند وقوع الاعتداء لأنه كان يقدم امتحانات الجامعة في بيروت. اعتبرت النيابة العامة التمييزية أن حجج دياب التي لا تصدق أقدت إلى قناعة بتجريمه. وبعد الاستماع لإفادات رفاق سابقين لدياب في الجامعة وصديقة سابقة أيضاً اعتبر قاضي التحقيق أن وجوده في لبنان خلال الهجوم مرجح وأمر برد الدعوى في كانون الثاني 2018 إلا أن القضاء تراجع عن قراره بعد 3 سنوات وأحال دياب إلى المحكمة الجنائية الخاصة وسمح ذلك بجمع أقوال 320 شخصاً كانوا موجودين في الكنيس عندما انفجرت القنبلة في الشارع تقدموا بدعوى جديدة بعد 4 عقود من الصمت القصري وفق أحد محاميهم ديفيد بيير الذي قال إن موكليه ليسوا مدفوعين بروح الانتقام ولا يبحثون بشكل خاص عن مذنب بل يريدون إحقاق العدل. وفي هذا الإطار دعا أنصار دياب الحكومة الكندية إلى رفض أي طلب تسليم جديد من فرنسا.